بصوت هذا الدواء ديال برامج كا بقالها اسلام كا وبرنامج اسمه اسبوع لا او انك جاي ماذا تيجي كلسن حرمتي سدحه وكليه هي المقاله جروين برامج كا بقالها اسلام كا وبرنامج ام القليي بنكي امل كانت ترجمه يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اها نق حل العن وحد نقنيسا قف دعدي سلا اقبله برامج كا بقالها اسلام كا وبرنامج عبرية يميل هذا بنكي أمل إيه إني بلشوه كلا براتو جناح سجى حلاشة يومت كحارنتا هذا بده وده كلا صعو برامج كا نقالها إسلام كا خميس والبا ليه هذا مخرب نوا بكي سعد جيسك أفريقيا أي تاي تيجي كلسن كورا صادر صو وحي سؤال أقبته يقص أفسد نقالها إسلام كا إيوه وشي سيدا جناح سي أي بنكي هذا إسلام كا أي فليان إيميل هذا إيو تلفون هذا شاشة دكا مغلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ديا الملكة سوء جوكتان يسيكستوى نو دعوة نيسان كسو دعوة دا برامشك دقالها إسلامك وبرامج أسبوع الله أو أي مال ومال قليل بنك أمل لو أنا أقول لي هاي إن برشادة لغبره دقالها إسلام كا وحوي هاي برامج كان وحو أسبوع الباء إن كي ماذا تيفيقا كلسا الخميس والباء اللي حتى قالوا نمو أسبوع اللي حدي سنة مرار كلا دوان أياد داوان إسان وحنا مروا لمرتكوا دكتور أحمد جامع إسماعيل ميري لتليها دانك الشريعة دا بنكي انت بضلنا أنيقا برامج كدا دي أو عدفت عجب وح بضل ما نكسو هضلني معاملات إسلامي وحينو مرينا قيبتي مالقشيغا بنكيدو أي فليان دكتور كيان كسر وين يا دكتور كسر وبرامج كاقي دقالها إسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الفتاح عجب إيو بهدا كلسن تي في إيو تذكر مسلمين تنضاوني ألمان وسلامينهين وحين هرب قصو هذا اللي هولاها بانجيد إسلامي يا قبطان قيبتي مال قلنتا إيو قيبتي أدقيدة وحين إن شاء الله تعالى هذا نبلاه بنا قيبت مال قشقة وأهل عجاه وبنجو هيك قبط معاميشة إن أقولنا شقيه أما أقول مال قليه إن كان عصيو لقدر جيني في هذا الصوب بحضه إن قيبت أصلا أنت بدل ما حكوس اللي سنت هاي عقد جا أما كونترات كلي لهذا المضاربة تقولها شريعة ده بيا لا بحكوس اللي سنت إن شاء الله تعالى سيد مركبانتها ين الحلقة دي نكو غاضينا جزاك الله خير دكتور ما دام عينو شاغني عقد ugu badan ee maalgashiga bangiyada fuliyaan oo yahay mudaarabada in eriga mudaarab taariifkiisa Soomaali ahaan wax laga wado bismillaah الرحمن الرحيم mudaaraba wa kalmad arabiya wa katimid min darbi fil ardi wa huwa sayr fil ard wa dulka in la socdo oo inta badan ganacsatadu way safraan marka mudaaraba waa in loo socdo ganacsi xagga luqada marka laga eego xagga istilaaha sharciiga ah waa in qof hantilaahi u dhiibo lacagtiisi ama qayb ka mid ah lacagtiisa qof ku shaqeeya oo ku ganacsi ku sameeya faa'iido ka soo baxdana ay u wadaagaan saami boqolley ay ku wadaagaan oo marka cad sida boqolkiiba konton iyo konton faa'iido loo kala qaato ama afartan iyo lixdan ama wixii la halmaala marka mudaaraba waa la yidhaahdaa qiraadna waa la yidhaahdaa labadaba waa la yidhaahdaa qiraadadu leedahay waxa ka timid qardi oo ah in la gooyay luqahan qadciga ah oo macnaheedu qof lacagtiisa qayb ka mid uu soo goynaya wuxuu dhiibayaa qof ku shaqeeya oo ku baayac mushariya faa'iido ka soo baxdana waxa wadaagaya si saami boqolley ah oo ay isla ogyihiin waxa u wadaagaya qofkii hantida lahaa iyo qofkan ku shaqeynaya hantida marka qofka ku shaqeynaya waxa leeyahay rabbul maal qofka hantida iska leh waxa leeyahay rabbul maal qofka ku shaqeynaya waxa leeyahay mudaarib ayaa leeyahay wa hagaag doktor
عقدكان مركا أو مضاربة مشروعية ديسا إيو محاوة حكم كيسا وياي عقدي المضاربة شرع الإسلام كو كبناي و إن قفهانا والعقدي يشو قفنا والشغدي يشو إلهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يكهر با وحي هاد معاملة جلته وضدك وكم عامله ابن حزم رحمه الله تعالى وكل يهي وتلمامي القراض كان في الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر والمرأة والصغير واليتيم وذو الشغل والمرض فكانوا يعطون المال مضاربة لمن يتاجر به بجزء مصمم من ربحه فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه وعليه هاي قاب كان نوعا اللوم عامله العقد يقفنا يشو العقد يقفنا وحوقي يشو حتى حلي جاهلي إسلام كهد واجري دانت أنا كنتي أو قف وين يقف ير يهوين يقف مشغولة يضد هنتله هو با هنتله لو شقيبا يا شري إلا حلي النبي صلى الله عليه وسلم وسوا قاري نبغى مركو وقالينا واسوي وأقولاضي صار صار مركا صحابه وقول رغنتي مسلمين ترى مانتود أي قول رغوان يدو عن خلاف لهم أثرت وحنقت المام كرنا صحابه ذا اللي جو دي عقد كان نوع عنا مهشيس كان نوع عنا إن عدين سا حكي ابن حزام صحابي وين جلها رضي الله تعالى عنه أيوه وتلمام يبيهقي في السنة الكبرى وكل يهي أنه كان يشترد على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا يمر به بدن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في حرب في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال وأثر صحيحة وحافظ ابن حجر أن الإسناد سوى قوي علماء كلا نائس صحيحيا مركا أثر كصحة المامي حكيم بن حزام مركا وقف حول أوليب مقارضة أوليب مضاربة أهان ولا كل شقي فائدة أن وداقنا وكل بلا مشري حولها يجا تك بيمرنها همرن واحد نول هكو يبني هدي بيد ما هي بضها صاري هدي عاد شروط خلافته وحي خسارة على مقربية أما هذا حنباري يبقى أوليشري سيد أصلي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حال ولدنيا علاء بن عبد الرحمن باوريي عن أبيه عن جده إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أووغي حول أوليبي أوليبي إنه كل شقي فإذن أي وداكا ملك أحد كيسا صحابة دي أكل رغميسا سيد أصلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم معروف لو ولد علي بحولك الصوق قاضي أبو موسى الأشعري وقبل كمان قبل المسلمين تشوجا هانتي بالسوق اللي يعني قاعد على السوق اللي مركب مدينة يمادين بيدهن أنت إيبيان العقتين واتن ونوس لأبو موسى أنت نوا كفائدني عمر رضي الله تعالى وديد في الصورق المها حولها مسلمين تالها حولي بيت الملك السعود بهاين وحد كفائدين وحال مسلمين تاله شد كمال هيدين يعني واحد أنا قاعد شقيني أنا كصو صارنا فائدنا العقته العقتي انت لبنتها ومبيعي وحسحابه كل احنا حاديين ما تكلك تقراض أما مضاربة أو هنا حوق ليهين مسلمين حولها ليهين فائدة كصوب حلال ولاقو سدب أو كلام وعمر وأمير المؤمنين رضي الله تعالى وخليفة المسلمين إيه هذا بعد ما هي صحابة ساس لا أو كلامين مركا لسكو حوريو آثار تاس وحال جاء فهمي مضاربة عقدي إيه كونترات إيه شيء صحيح إنه يهي أو شرع هذا إسلام كوبنان وهذا دكتور أحمد الله سبحانه وتعالى كبركيو مشروع جدا كذا ما يسا أما فائدة وقناعة تذا أولى يهي هذا دكتور حكتابته بسم الله الرحمن الرحيم أنا كرنا حكمة يشيد هذا كل تسئل لبني مشروع عنو عنو كلاء أما قناعة سنو عنو كلاء وعض هاي أو حكوا عض هاي قبة هنتله أو هنتبه إلى هاي السيء لكن أنا قاندين سدى لود قرقو أما سدى حلوة صو صار أما قاعد سلوص مي مدى مدى أودي بالحين وسوى عفمات هدا بيد ما هي مدى عفمات قبل شغلي قرن مدى أنا عفمات قبل مباشرة قف جبوبي المير هدا بيد ما هي قف حنو صنية
marka in badan ba waxa la arkaa qof hanti leh oo aan isagu qof aan jaanis u haynin mashquula laga yaabo inuu ama xafiis dawladda jooga ama shirkad ka yahay shaqaal ama wax la mid ah waqtigiisu aan marka banaaneyn jaanis aan lahayn xoolina wuxuu doonayaa inuu wax ka soo saaro marka qof gacan banaan oo shaqadii aba uu aqoon badan ama haddii baad ma hayo uga jaanis badan buu dhiibayaa markaasa kii hantida lahaana hantidiisii isagoo fadhiya wax ka faa'iidaya kii aan lacagta haysan ee laakiin yaqaan xirfaduna wuxuu baahnaa qof maalgeliya qof maalgeliyo oo kaga shaqaysiiyo oo meel wax ka soo saara iyo meel ka hela biilka ee qof cid isuuda gelisa marka baahidii labadii dhinacba ku daboolmaysa hantiilihiina hantidii buu helayaa hantidiisii buu faa'iido ka helayaa qofkii faraha madhnaa ama faqiirka ahaa laakiin xirfadlaha ahaa yaqaanay suuqa iyo ganacsiguna wuxuu helayaa jaanis wax ku soo saaro marka labada dharafba waxay u tahay faa'iido marka iyaga gooni si gooniya loo fiiriyo marka mujtamacaka kul loo fiiriyo mujtamaca guud ahaan mujtamaca haddii mudaarabadan la fasaxo sharcigu uu fasaxay yacni la dhaqangeliyo mujtamacu waa dhismaya dadkii hanka lahaa wax soo saar khibradda lahaa haddee baid mahay iqtiraaxaadka iyo ibdaacaadka iyo inay hal abuurka lahaa dadkiiba waxay jaans u helayaan inay helaan lacag ay ku shaqeeyaan waxaa dhismaya warshadihii waxaa dhismayaa haddee baid mahayo ganacsigii iyo tijaaradii waxaa kor u kacaya haddee baid mahayo dhaqaalihii guud ee waddanka iyo muslimiinta kor u kacaya marka ujeedada ka dambaysa in la shareecadu banaysay mudaaradu waxaan odhan karnaa waa ujeedada ah in maslaxadii labada dhinacna la helo iyo dantoodii fusho mujtamaciina guud ahaan bulshadiina guud ahaan ay ka faa'iido oo kaabayaashii noloshu ay markaasi abuurmaan oo haddii ba idmahayo taabo galaan oo hagaagaan doctor weli bangiyada soomaalidu mudaaradu marna ma bilaabeen inta aan ka ogahay waxaan filayaa weli si yacni caama umayan furin intaan ka garanayo xasuusnahay laakiin waa dhici kartaa bangiyo mashaariic ku jira inay jiraan sida korontada oo kale tijaarada oo kale inay jiraan waa suuragal oo u leh awood inay dadka lacagaha ka qabteen ku maalgeliyaan mashaariicda laakiin inta aan ka warhayo malaha si caama weli umayan dhaqangelin ilaa hadda waxay wadaan tamwiilka muraabaxada iyo waxyaalo midabay inta badan wadaan laakiin mudaaradii inta badan ma ay sameyn waxay u baahan tahay mudaaradu mashruuca bangigu lacagta ku qabto macaamiisha mashruuca uu gelinayo inuu daraasad ku sameeyo kaamil ah in uu u helo kaadirkii ama hadee baad mahay tiimkii ka shaqayn lahaa in loo helo waxaan ka mara dhalin lahaa marka waa hawl fara badan u baahan runtii daraasad iyo cilmi baaris fiican u baahan marka bangiyada ay isugu toosto waxaan is leeyahay waa mashruuc la furi karo kana qiimo badan muraabaxada qofka inta shay laga iibiyo lacag la saarto iyo wixii lamid a kana in badan ka qiimo badan waayo kaasu nafcigiisu muraabaxada waa shay khaasa qofbaa gaari doonaya gaara laga iibinaya xerbaa laga macaashayaa laakiin kani wuxuu hormarinayaa bulshadii oo dhan xoolihii iyo beerihii iyo warshadihii iyo wixii oo dhan ayaa lagu maalgelinayaa lagaga shaqaynayaa waxtarkiina bulshada oo dhan u saameynaya marka doctore si bulshadu ay aada u sii fahanto caqdigan mudaaradu waa maalgashi kamuraabaxaduna waa maalgelin marka hadda wax moodaa bangiyadu dowrkooda kaliya inay tahay iyagu inay ay cid maalgeliyaan laakiin inaysan weli bulshadu bangiyada maalgashan marka taas maalgelin iyo maalgashi waa loo kalmada soomaaliya af soomaaliya luqada carabigana maalgelintu waa tamwiil maalgashiguna waa istithmaar marka labada qaybood maalgelin bangigaa cid maalgelin iyo lacag wey cid lacag u baahan buu yuu lacag siinaya laakiin qaabka inta badan bangiyada islaamiga u siiyaan maaha lacag cadaanahe waa in ay si kale u siiyaan sida muraabaxada oo kale waxyaabaad ka soo hadlay ijaarada mutaybi tamliik oo kale mushaaraka almutanaaqisa iyo wixii lamid a ee qaabka noocaasa wey maalgashi waxa weeye mujtamaci iyo bulshadii baa maal gashanaysa bangiga lacag bay keenayaan lacagtaasaa lagu shaqaynaya bangiyadu way leeyihiin accountyo istithmaariya ama xisaabaat alistithmaar ama investment account way leeyihiin wayna qabtaan saan filayo lacagaha haddee baidmahayo macaamiishu ka qabtaan
ku magacaaban wax lagu maalgelinayo oo bangigu uu ku sameynayo mashaariic ee ganacsi uu ku maalgelinayo iyaguna ay maal gashadeen laakiin waxaan filayaa weli inayan aada loo bilaabin baan rajaynayaa marka saasay ku kala duwan yihiin maalgelin iyo maalgashi inaasan ka odhan karnaa wahagaag doctor aad iyo aad doo maasan tahay waxaan iyadana isweydiinaynaa doctor farqiga u dhexeeya mudaaharabada oo ah qof inaad deel waxmoodaa qofkan inaad faadwaa noqoteen oo aad xoogiisii karaysatay camal iyo ijaarada iyo karaysiga marka caqdiga mudaaharabada iyo caqdiga ijaarada iyaga muxuu kala duwan yihiin waa si fiican saa iftaaxow ijaaradu waa qofka in laga karaysto xooggiisa ama in laga karaysto hantidiisa wax la mid ah xooggiisa la karaysto uu shaqeeyo camal uu sameeyo ama hantidiisa la karaysto gaari uu leeyahay guri uu leeyahay wixii la mid ah waxay marka kala duwan yihiin ijaarada qofka marka shaqo ahaan loo karaysto ee shaqaale uu yahay waxa uu qaadanayaa way cad yihiin yacni waa wax sugan waa in sugan boqol dolar bishiiba laba boqol dolar bishiiba iyo wixii la mid ah shaqada uu qabanayaana way xadidantahay iyana way cadda laakiin halkan mudaaharabada qofku lacagtuu qaadanayaa wax xadidan maaha wixii soo baxa ayuu wuxuu ku leeyahay bersentage ka mid ah nisbo ka mid ah saami boqolley ah hantida marka uu shaqeeyo wixii soo baxa ee faa'iida ee hantida ka soo baxa ayuu wuxuu ku yeelanayaa qayb ka mid a oo saami boqolley ah lagu sii sheegay boqolkiiba konton soddon iyo wax lamid a inta kale faada waxaa yeelanaya ninkii hantida lahaa oo rabbulmaal la yidhaaho meesha ijaarada qofka lacag cad baa loo sheegaya boqol dolar bishiiba iyo wixii lamid a shaqadu qabanaya subax baa soo kala haysa lixda laba togood ka baxaysa kan laakiin shaqada xitaa ma xadidna lacagtiina ma xadidna yacni kuma xadidna si go-aan uma xadidna laakiin si bersentage bay u xadidantahay qodobka labaad ay kala duwan yihiin ijaarada qofka marka la kiraysto la yidhaahdo aniga ii shaqee haddee baidmahayo haddee baidmahayo wixii biilla waan ku siinaya mushaarda waan ku siinayaa waxa weeye hantida waxaa iska leh haddee baidmahayo ninkii lahaa baa leh wixii dhibaato ku yimaada hantida ku yimaada waxa weeye qofkan haddaan tacadi tafriid sameyn midna magdhabi maayo mudaarab lafteedu waa la mido khasaaro waxaa taxamulaya haddee baidmahayo ninka rabalmaalka laakiin qodobka kala duwan waxa weeye ujaradii waa xadidanta kan ma xadidna saami boqolley wixii soo baxa shaqadii ijaarada ama kirada waa xadidanta tanse ma xadidna oo qofku isagaa laga doonayaa inuu waqtigiisa kala qaybsado oo qayb uu ka shaqeyn lahaa waqtigan iyo markaas tawqiidka marka waa tawqiidka mudaaharabada ama iyo waqti maxadida in lagu jaangooya mudaaharabada tawqiid culimmadu isku khilaafsan tahay in waqti go-aan loo sameeyo iyo aan loo samayn laakiin waxay u muuqataa inay iska banaanayso haduu dhaha hal sanno baa lacagtaas kuu dhiibay inaad ku shaqeyso waxay markay dhammaato halkaasanno jooji yacni wax dambaha ka samayn marka waxaa joogsanaya waa shaqadii iibka iyo iibinta ahayd yacni in qof wax soo iibiyo cusub waxaa markaa bilaabmaya alaabta taalla inuu caddeeyo keliya yaa bilaabmaysa si wixii loo ogaado faadihii khasaare marka la caddeeyo kadib lafihii maxaa ma joogaan mise ma joogaan hadday joogaan maxaa faa'iida la helay marka waa la samayn karaa tawqiid laakiin wa in qaabkan loo dhigaa ah qofku waxaa muddo sanad kadiba mathalan ama lix bilood kadiba wuxuu joojinayaa inuu wax cusub soo gato muxuu bilaabayaa caddayntii uu caddayn lahaa haddee beedmahayo hantida kadib markii caddaatana waxaa loo qaybsanayaa faa'iidada soo baxda saami boqolley haddaa faa'iida jirinna insha allah waa ka hadli doonaa waxaa weeye nina wuxuu khasaaraya xoogeedna wuxuu khasaaraya xoolihii nacam doctor marka kabixidda xagga maaragtay caqdiga kabixiddiisa isaga yani rabumaalku soan ogeysin ma ka bixi karaa ma dhigi karaa anigoo ka noqday raalli ahow hantidii igu soo wareejiy gaariga u dhiibta oo tiri ku shaqey gaariga adiguna gaariga waa leedahay isaguna de xooggii darawalnimadu buu leeyahay gaarigu inta badan isagoo kiri noqdaa laakiin waa qofka waynu ka hadli doonaa shuruudda waa in lacag caddaana loo dhiibaa waxa lagu shaqeynaya waa lacag caddaana sida jumhuurda culamaa ay qabaan cala kullin haddii mathalan aan ku idhaahdo ustaad cabdifataaxow lacag boqol kun oo doora ku shaqee oo aan kuu dhiibo aadna waa odhan kartaa saacad kadib maalin kadib idiyo lacagtii raligaho ma en ku shaqayn kari maayo jaanis mahay adna waa odhan kara waxay ii socay
لكن علماء قاعد يحيلين هادو شغب بلا بقف مضارب كاي وهاول قالوا وحوي قف كلا كم بحكر مثل عاتون كودي بالكذب هادو العاتي كوي بيجي ألعاب وشغل كل هذا بعدين وان كبر حيا وإما مالك وحليه هاي كم بحكر صوت وام حي قف جهدي ما هوش كان قالي حقوق بيش حقوق دي مالك إن لا هلا وهذا بعد ما هلا بدي قف اللي بلن بي لهاي العادة كوشة قوية كصوبها قيمين تعليق بالكل لهاي وإن مركا العادية ألابتي مركا قف كان رب المال كي كما بحي كارو هذي مركا لسوقي هذي شغالي آن لا بلابين قف استوحوا حقو لينو سجبوة علماء قبان هذي آن لا بلابين هذي لا بلابين شغالي لا بلابين إماك مالك وحوليه لقام بحي كارو إلا قف كوحي ومركاسي حقود سيها اللي يوحي لمنه وهقاق دكتور مضاربة يقرضك قرض الإنتاج يعني حول حياة فرق حول حياة قرضك وأماه مضاربة حالها قراض لو ما قعد يسلو قراض هي قرضي وكان مضاربة قراض نولي لهذا ومعنى وكائن صوت الماني ينقف حول ليه هاي العقل ليه هاي نما العقل هاي سنة لكن حد فضله ودي ولا كشغه قرضه سوى أماه العقل هو تالف كنا حوله إذا كنا ما هيستو لكن حلي حولهن وأما كون كذور قاد كشقة أنو لفهم لي وحكى صباحنا في الأذالة وأما مركب حيس جاي جيهين لبعض مدول با نبى العقب حين العقد وقارنية لبعض مدول بالعقد والمشغينية لكن بعدين كل دوينهين كل دوينهين مدوى وفائدة وذاك ومضاربة وحوي وحكى صباحه وحبان كدوني أنا حبان كاسيني مثل سامي اللي سلوا يقول لي هاي أبو قلية سين هروت الماني بيكون قب سنية منا واحد ويحكي كصباح أنا محسن معنا يعني حبان دوني ما يحكي كصباح أن أديك إسكالي يحكي كصباح أديك إسكالي بنك هو يكون كل دوني بنك كله أحكام تكون كل دوني قرض جا أن قف كي ما تكون قف العجا ما هي قف العجا تهنتظر لها هي وحماهي رب المال كها هدو حماهي واحد ليف موي ديك رقفك كونك أسيس وكل شقي صوتي هذا كل شقي هذو كهلا طبعا كونك هلا إلى هاي ديف بدك تسيو حال شيء اللي ما ودي كرت وقرضي وأماه هدي عاد وحودي ست النفعية أما وحسوع اللي ترى هذا كله يراد كونك واحد قلنا ساربه بينما كان كله مضاربة أصلا ما وحلاو ترى قال إن فائدة اللي وداقو الله قبصه وهكذا كل دوينهين قرضي هدي هنتيد اللنتو كوري هوس واحد يقول يقف كل دي بي أما هكو فائدة أما هكو خسارة مرول با انتي لو دي بي كونكي مثلا هذا كونكو مثالني كونكي واحد يقول يقف كل دي بي أما ها فائدة بس ما خسارة إلا انتو ما انت قليو حبا قليو راشين ما لا دعو أما ما يقبتو وقرضي مركا وحي خسارة إساقة السوق با وحي فائدة إساقة السولة لكن مضاربة هنتدى لفها وحي اللما وحي كلمين قفي حولها لها بي كلمين هدي اللي فائدة وحي وقيب سنة سيدي اللي قبل اللمي اللهم إلا هدي قفك كان مضاربك مضاربة قفك كان عاملك شغين إياه هدو سو سمايو إهمال هي ضيع أما حد قدب هدو سمايو وحي سو السببي ولا ويدين كرا خسارة لكن دان إهمال يضيع يحقو بنا سمينين خسارة كوي ما دق نعسجة طبيعية وح حمباري يقفك العقد لها حمباري ما يقفك عاملك شقيني محمباري بس كل بضع غضب ويكون دوينهين قرض جاء يقرض ما قرض جاء مضاربة والله أعلم جزاك الله خير جزاك دكتور إذا نوح حتكون إن مضاربة ما دام التهي هشيس يعقد لك الجليه أركان تدمحاوي يعني تيرك الجرة أمرك مضاربة الجليه هو سؤال في عن سبب افتتاح een uquuda iyo heshiisyada ganacsi midalba waxay leedahay arkaan bay leedahay tirada ay ku taagan tahay waa la dhaaf karin marka mudaaribadu waxay leedahay shan tir bay leedahay mudaarib oo ah qofka shaqeynaya waa in la helo qof shaqeynaya oo xoolo ku shaqeynaya rabbul maal oo aniga xoolaha iska leh oo la hantilaha saddex xoolo waa in la helo lagu shaqeeyo hadii kale xoolo ma yaal maxay ku nuugtaa iska nuugtaa noqonaysa afar amal waa in la helo shaqo waa in meeshii taala هذي حولها كودي بعض كوبا شغيل دفاع إذا ماله شن ربح وإن لهلا شن تأثير بلا ضعي لبعض عاقدين كا وها ك حولها له
iyo xoolaha loo dhiibayay caamilka shaqeynaya xoolo camal ama shaqo ribix oo ah macaan shan taatir bay leedahay mudaarabadu. Waxaa uu heliya siiqada, haddii caaqdeenka la kala saaro waa shan, haddii aan la kala saarin caaqdeenka waa isku mid. Waxaa raacaya siiqada oo ah qaabkii heshiiska u dhacayay, waa waxaan kuu dhiibay lacagta kugu dhiibay aan ku shaqeyso faa'iidada aan yeelano intaa iyo intaa iyo xilmi. Doctor, mudaarabadu ma caqdi iskiis u taagma mise cuqud kale hoos galaa? Mudaarabadu caqdi mustaqil ah, wuxuu guud ahaan ka mid yahay cuquda iyo mucaamalaadka maaliga ah, waana caqdi mustaqil ah oo madax bannaan weyn. Maadaama arkaantiisi aan ka hadalnay, maxaynu ka taaban karnaa shuruudiisa? Shuruudda istaftaaxu waxaan u qaybqaybin karnaa dhowr qaybood. Labada qof heshiiska gelaya oo rabulmaalka iyo mudaaribka ah, iyaga waxaa laga doonayaa ahliyata tawkiil inay leeyihiin. Macnihii labadooda mid walba ahliyata tasaruf waynu leeyahay, waa inuu yahay qof caaqil ah, caqli leh oo aan waalayn, qof qaangaar ah, qof adeebeedma rashiid ah, oo aan qof ama maskaxdiis wax ka sii yihiin waanaanu ahayn, waa inuu wax wakiilan kara. Labada marka caaqid waxaa laga doonayaa shuruudda. Maalka waxaa laga doonayaa isagana shuruud. Marka koowaad, jumhuur culama waxay qabaan culimadankoodu maalku waa inuu kaash yahay. Maalka lagu geliya mudaaharabada qofka mudaaribka loo dhiibay lacagta waa in kaash loo dhiibaa, waa inaan raashin iyo badeecad iyo alaab loo dhiibay. Wada culimada qaar qabaan, haddii badeecad loo dhiibo, badeecadda qiimaheedii baa noqonaya xoolaha ra'smaalka ah ee lagu gelayo heshiiska. Lakiin jumhuurku waxay qabaan waa in kaash loo dhiibaa. Waxaa ka mid ah lacagtu waa inay tahay cayn, waa inaanu dayn ahayn. Yacni haddaana deynta aan kugu lahaa ku shaqee sax maa, waa in lacag lagu dhiibaa, ama deynta aan soo celisa kadibna aan dib kugu dhiibaa, si jumhuurta culama ay qabaan. Waxaa ka mid a shuruuddaas oo laga tilmaami karaa lacagta waa in qadarkeeda la yaqaanaa, jaango aan tahay. Haddii lacagtii hadhowto intaan lacag isaga kaa dhiibo aan jaango onayn, hadhowto leeyahay waxbaa laga macaash, maxaa la macaash, maxaa la faa'iida kagara maayo. Ra'smaalku waa inuu cad yahay, kun doolar, laba kun, toban kun iyo wixii lamid, oo aan wax jahaalay ku sugnayn. Waxaa kaloo ka mid a lacagta waa in la guddoonsiiyaa qofka caamilka, lacagtii aan loo dhiibin heshiis dhici maayo waa in la guddoonsiiyaa. Ribixa iyo macaashka la kala qaadan isna shuruud buu leeyahay. Waxaa ka mid a awalan waa inuu qaab nisba ah waa in lagu ogyahay, yacni qaab saami boqolley ah waa in loo sii xusaa, heshiiska lagu xusaa. Lacagtan ku shaqee faa'iida ka soo baxda waxaan ka leenahay meel iyo laba meel, yacni saddex meeloodoo meel baan leenahay, laba meelood baan leenahay iyo xilamee, ama bar iyo bar baynu ka leenahay faa'iidada. Nisbadaas nisba shaaica waa inay tahay, waa inaan lacag cad oo loo boqol doolar baa leedahay lama odhanayo, waxaa loo wixii soo baxaad ku leedahay bar iyo bar aynu kala leenahay. Marka labadaa shardiba ribixana haddeeba idmahayo shardiya. Doctor, maxaynu ku tilmaami karnaa inta badan mudaarabada waxay isku eg yihiin qofaa masalan gaari u dhiibaysa, hase gaarigii maaragtay ku shaqay faa'iido wadaag baa nahay, marka kama kira mise waa mudaarabo wey? Inta badan jumhuur culamaa waxay qabaan inay tahay shariko kale tahay, aanay ahayn mudaaraba. Mudaaraba waxay leeyihiin waa inay noqotaa lacag ama badeecad la iibinayo markiiba, oo lacagta ka soo baxda laga dhigayo bahalkii, ama badeecada la qiimeyn wax la odhanaya boqolka kish maxay joogaan suuq, waxay joogaan min soddon doolar, saddex kun baa markaa ra'smaali noo ah, oo aad hadhowto marka xisaabtamayno ra'smaalkaygu waa saddex kun, wixii ka dheeraada inuu qaybsanayna. Laakiin wuxuu markay noqoto haddeeba idmahayo gaarigan ku shaqeeyo wax ka soo baxayn wadaageyna iyo wixii lamid a, waa mashruucan ku shaqeey lacagtan inaad bixiyey keliya isoo qof xifraddi buu yaqaanaa, mashruucan baa ku wareejisayba oo waxaad tiri mashruucan adiga maamul oo ka shaqay dhammaan adiga kharashaadka bixi, isaguna wuxuu leeyahay waqtigii iyo wuxuu leeyahay iyo maxaa lihi karaa wuxuu hadduu yahay mashruuc de kole lacag baa lagu kiciyey, hadduu wuxuu mashruuc yahay lacag baa lagu kiciyey, marka lacagtaa mashruuca lagu kiciyey baa ra'smaalkiya. Wuxuu hadduu yahay aalad mucayana sida gaari iyo wax lamidana, waxay noqonaysaa caqdiga in la waafajiyo karada oo la yidhaahdo waxaad leedahay boqol doolar ama laba boqol ama saddex boqol ama wax lamida, wax mucayana in la tilmaamo. Laakiin wuxuu hadduu yahay mashruuc la maal gelinayo wax lagu xisaabtamayaa,
وراسمالكي جود مشروع كاسا مركا راسماله وحي صوب بحي راسمال كادير يلو ذاك فائده. لكن دكتور انت بظن وحي دهان يعني قناع ستاذو قف كندان كل شيء شهر قوان هو مشاكين الغول لابن وحي الكوري هو سانيكا مشاركي وعليه سيس مركتا ادعين فائده ذاك بالغاديكا مركب حنو اصل وانا صدق لو بدني هي قف مثلا تكام حتى هذه قف كلو ديبيو فلي هوشن هذيك قبو وحل عاد عدان لما ديفن لكن وح الاب الاد اما عاد فلو ديبي اما وحن بلو ديبي مركا العاد لما شهر لو مقره وأيوه نوع صوصار هو مركح ليه واحد صوصار توح كل هذا مركح أخذ نوع سكلا دكتور كوال أنت ياسي أخذ ياسوا إيجار وإني ما كان نقطة أحكام تجارة صوبت الأولى هي عامل كا ونسبة شائعة أما هذا برسنتج كا مركح عن معين كاي صوبت شرعة وهو قالت وحوي قف كان يسجع شغيني يسجع هندسي مشروع لا يبدو لي بس إنه سوي بيقدر إنه سوق لي راشين، إنه سوق لي حوالا نال، إسقى هندسي، إسقى مهندس كيا، إنجنير كي ودي شغل ساعة، وحنا دارنا يا وحى أصلية فائدة قيمة بدل بلقيه لي، لكن هذا هذا دار سي، ودكان تر عمري سي سراويل يا شارل يا معوس يا عباية ذلك سي أو دكان يبيني كذلك سي، وحلا يا بين سكوك أنا عصاني بكان إنه يهي كي فائدة بدل قدر لها، سد أدر سيد مالك وين لسيا واحد قانا ال ال ليسلوجي لكن مشروع نسبة شائعة أما برسنتيج سامي قبل بقول لي جاه عن عينين لك الغالر يوقف مالك لو دي بس برنامج كا العقد لو دي لأدو هندس بحول هندس مالك وحنا سلايا واحد كوكو منطقة هاي دي عن قفك توتال لو دي بوح يسوي أصلا يعلن ينن هندسة دي إنجنيرين كي مشروع عدام يسوي يعلن ينن وحيكون منطقة إن النقطة شغالة عادية له مشهر عادي أو معينة وليقان بعض الأحيان علماء الحي سمعان قف أن الله كان أصله الحي سمعان قف يسوى مشهر اللي هو حلاسية هدي أدل الصو فائدة عن فائدة صوب هذا برسنت كم إذا تم برسنت ما تونت برسنت على الصينية أو كذا إرادة ما هي مشهر كهذي هذا أساسه كذا تهدي المالي لكن أصل كم هدوية فائدة وذاك أن نقول وحيكون عن تهاي إن لو وافق شيء عقد المضاربة وقف سيد العقد اللي بلود دايو طلب كوي اللي يلا أو أدو حتى حولنا هالجليل مثلاً وكان المضاربة مقيدة لكن سووا إنه مشروع هندسي سيا شو بيكون رح بدن تاعي والله أعلم دكتور أمريكا قرعة صدر نوع سو كلام هذا هو نصيحين لهيد كذا سو ما قبلي كرتا نسبة شائعة يعني إن لده مشروع عن استحمل هذا مال مال أنا على مال أضال مال وخرشات ساسي دهان دين واقع كهذا لو مركا بحاول نستحان لهيد كرده هاد هنكون نستحان كرده اللي وافق شيو أو قفك من شهر صح الله قل إن سي قفك وحي سو عديه هذي كله إن هندسها يوحوران لصيو لقنا ديجو هذا بين ما هي فائدة ولا لقنا ديجو إن المرك على بعض عقد بيلا كلا منو لوافق شيو بان كتالين لها والله أعلم. بلدي كرامرك أنت العقد القيمة شيء أنت كوب حي القيمة يو. لده مشروع عن لبكون ضربة كوب حري. مركا لبكون ضربة يعني كوب مدربي. يدو لودي في على ها. مايا. على بتا ديو حو هذه اللي يبين يو. وأي تهاي مايا هتقالي يوحلا بيصوم معها مايا بضارون قميص لكن هذي تهاي بضيع على يبيني مثلاً وحنا هاي استاب بخار دن أو راشنة وحنا لي بخار كه وحنا كتر بقول كيش بريس بقول كرتون وباستا من والبقيمي سواء أنت طاطل أنت هوي وحنا مضاربه كقولك جليا إن بضيع داس قيمة هيدا إن تكون شغيسه marka waxa la qiimeynaya alaabti taale marka la qiimeeyo la isugu geeyo madna waxay gaadhay 10 kun oo dollar 10 kaas ala suuban noqonaya alaabta tan uu iibinaya ninkan iyada laga shaqeysiin may wala iibinaya waayo mudaaradu ma aha ee hadee baad ma hayo aalad lagu shaqeynayo ee waxa weeye qof weyn waxan ka baa mushareysi in soo ibisi in soo ibi wax la mid ah daawadayaal inta waxan ku soo afmaareynaa xalqadeenii ku saabsanayd mudaaradada
qaybtii koowaad waxaad dibdimo uga daalacan kartaan xisaabtan ku leenahay bartay Facebook-ga Amal Bank iyo YouTube-ka Amal Bank iyo Twitter-ka iyo Instagram-ka sidoo kale TV-ga khamiis walba si toosa ayuu lixda gaalnimo markay tahay saacadda gees ayaad maara ka daalacan kartaan wixii su'aalo ah iyo tusaale ah waxaad nagu soo diri kartaan emailka iyo telefoonka shaashadda ka muuqda intaynu xalaqadan mid lamid ah ku kulmi doono asbuuca dambe waa cadista cajab iniga anigoo ah iyo doctor anigoo ah iyo doctor Axmed Jaan Ismaaciil Miral la taliya anigoo ah iyo oo in kaga tagayna intaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka dhaqaalaha Islaamka waa barnaamij asbuucle ah oo idinkaga yimaada TV-ga Kalsan xaruntiisa dhexe ee ku leeyahay magaalada Garoowen. Barnaamijka dhaqaalaha Islaamka waa barnaamij uu maalgeliyay Bankiga Amal, kana turjumaya xadiiskii Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ahaa noqo xalal cun, waxaad noqonaysaa qof ducadiisa la aqbalo. Barnaamijka dhaqaalaha Islaamka waa barnaamij cabiraya himilada Bankiga Amal ee ah inay bulshadu kala barato ganacsiga xalaasha ah iyo midka xaaraanta ah. Haddaba daawade kala soco barnaamijka dhaqaalaha Islaamka khamiis walba lixda maqribnimo markay saacadda geeska Afrika ay tahay TV-ga Kalsan, kuna soo dirso wixii su'aalo aad qabto ee ku saabsan dhaqaalaha Islaamka iyo heshiisyada ganacsi ee bangiyada Islaamka ay fuliyaan, emailada iyo telefoonada shaashadda kaaga muuqda.